هاي، على مر التاريخ تم بناء العديد من الهياكل الهندسية لأغراض مختلفة، فشو هي أقدم المباني يلي ما زالت موجودة لغاية اليوم؟ أنو زيجورات بالعراق يلي بيعود بناؤه لسنة 4000 قبل الميلاد هو عبارة عن هيكل أبيض ما زالت بقاياه موجودة لغاية اليوم. تشيمولوس أوف بوغون هو مجموعة من 5 مستويات من تلال العصر الحجري الحديث تم بناؤها كمقبرة سنة 4800 قبل الميلاد بفرنسا. سان ميشيل تشيمولوس هو مقبرة فرنسية بنيت بصخر الجبل بتعود لحوالي 4500 سنة قبل الميلاد. برنيناز بفرنسا هو ضريح صخري من العصر الحجري الحديث يعود تاريخه لحوالي 4800 سنة قبل الميلاد. مين قال إنه جوبيكلي تيبي بتركيا هو أقدم مبنى بالعالم يعود تاريخه لحوالي 7500 ل 10000 سنة قبل الميلاد؟ أنا قال. شوفكم بكره.